الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعزازاً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر شهادة عبد يرجو النجاة وإياكم من النار وأشهد أن حبيبنا وقائدنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أبا القاسم محمد أشهد أنه عبد الله ورسوله قد بلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا فألنها بذكرك وألنها باتباع كتابك وسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم اللهم ثبتنا يا أرحم الراحمين على طاعتك ومحبتك ثم محبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين أحبابي في الله ما زلنا في رحبة ورحاب الجنة وفي سعة الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الطائعين لعباده المتقين الأطهار الأنقياء الذين رضوا الله عز وجل ربا ورضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورضوا بالقرآن الكريم منهجا ودستورا لحياتهم في هذه الدنيا أحبتي في الله إن نعيم الجنة لا يحده حدود ولا يفتر الإنسان عن ذكر نعيم الجنة ولا يمل الإنسان من سماع نعيم أهل الجنة فتنافسوا عليها يا أهل الإيمان يا أهل الطاعات
قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسنا على هذه الدنيا على أموالها وعلى زينتها، فهلا تنافسنا على الآخرة التي أمرنا الله عز وجل أن نتنافس فيها؟ أيها الأحبة، بقي أن نعرف في هذه الخطبة عن أدنى أهل الجنة منزلا وآخر من يدخل الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقال: ذلك لك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: لك هذا وعشرة أمثاله. هذا أدنى أهل الجنة يا أحباب رسول الله. فتخيلوا مقام جار النبي صلى الله عليه وسلم وجار الأنبياء والشهداء، هذه المرتبة التي لا ينالها إلا من استمسك بكتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عيناك. فيقول: رضيت يا رب. قال: يا رب، فأعلاهم منزلة، أي من هم الذين في أعلى المنازل؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا أدنى أهل الجنة منزلا. فمن هو آخر الناس دخولا إلى الجنة؟ ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة، وتسعفه أي تلطمه وتضربه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه
أحداً من الأولين والآخرين. انظروا لكرم الله عز وجل، هذا الرجل الذي نجي من النار آخر الرجل يدخل إلى الجنة، يظن نفسه أن الله عز وجل أعطاه شيئاً لم يعطي الناس جميعاً، لأنه فقط الآن لم يدخل إلى الجنة، فقط نجي من النار. لا إله إلا الله. ولكن كرم الله عز وجل أوسع، فانظروا وتدبروا هذا الحديث. لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنيني من هذه الشجرة، أي يا رب أدنيني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، أي إذا أعطيتك هذه الشجرة ربما تسألني غيرها. فيقول: لا يا رب، يعني فقط هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. من جمال هذه الشجرة ومن روعتها أخذت لب قلبه، فيعذره الله عز وجل وهو أعلم بعباده سبحانه وتعالى، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: يا رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل من ظلها، لا أسألك غيرها. الآن عاهد الله عز وجل، والآن يطلب شيء آخر. سبحان الله، هذا من كرم الله عز وجل. لو أراد الله عز وجل لم يرهي هذه الشجرة أصلا، ولكن كرم الله عز وجل. انظروا إلى ربكم سبحانه وتعالى بعقولكم وقلوبكم. الملك الكريم الله عز وجل يحب عباده أن يسألوه كي يعطيهم ويتفضل عليهم. يا رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها، يعني لو أني أدنيتك من هذه الشجرة هل تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. شيء فائق الجمال. إنه بأمر الله غرست ثمارها وأشجارها بأمر الله سبحانه وتعالى. فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. إلى الآن لم يدخل الجنة، الله عز وجل يقربه قليلا قليلا حتى يدخل الجنة. اللهم يا رب، أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. ادعو الله عز وجل، فربما تكون ساعة الإجابة في هذا اليوم الكريم. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب، أي رب، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها.
وربه يعدوه لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه إلى هذه الشجرة التي هي على باب الجنة فإذا يسمع بأصوات أهل الجنة فإذا أدناه الله عز وجل يسمع أصوات أهل الجنة يتنعمون ويتفكهون من هذه الجنة فيقول يا رب أدخلنيها يا رب يا الله فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني ما الذي يرضيك مني يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين وضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر الله على ما يشاء قدير يفعل ما يشاء يؤتي رحمته ويؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء فقط ارفع يديك بإخلاص إلى الله عز وجل بقلب صاف بعقيدة سليمة فترى الله عز وجل يجيب إليك إن الله عز وجل يستحي أن يرد يد العبد صفرا حاشا لله وهو أكرم الأكرمين أن يرد يد العبد صفرا أحبتي في الله اعلموا علم اليقين إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في حريرها ولا في عسلها ولا في بنائها ولا في قصورها ولا في صورها وحورها ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها سبحانه وتعالى إذا كانت الجنة بهذا الجمال والجلال فما بالكم برب هذه الجنة خالق الجنة سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه رب العالمين رب الجنة جل وعلا سبحانه وتعالى يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواترت الأحاديث عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم وذلك موجود في كتب الصحاح والأسانيد ومن رواية جرير وصهيب وأنس وأبا هريرة وأبا موسى وأبا سعيد فاستمع يوم ينادي المناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة تخيل أنك معهم في هذه اللحظة واستمع إلى هذا الصوت يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم أي يريد زيارتكم فحي على زيارته
فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشى أن يكون بينهم دنيء، على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور، أشرقت لهم الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله، فإذا الجبار جل جلاله. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، قربنا إليك بطاعتك يا رب العالمين. فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وقد وتقدست أسماؤه، قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم، يا أهل الجنة، سلام عليكم. تخيلوا أنكم في هذا الموضع، والله عز وجل يسلم عليكم ملك الملوك، ملك السماوات والأرض، الذي بين أصابعه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. إذا سألت فاسأل الله، وإذ استعنت فاستعن بالله. الله بيده كل هذا الملك. لو تخيلت جندي من جنود الله عز وجل، جبريل الذي في بعض الروايات له سبع أجنحة ما بين كل جناح وجناح بين السماوات والأرض، بين السماء والأرض، هذا جندي من جنود الله عز وجل، لو أراد أن يدمر هذا الكون بأمر من الله لفعل، ولو أراد إصلاح هذا الكون بأمر من الله عز وجل لفعل، هذا جندي من جنود الله عز وجل، فما بالك بجنود الله عز وجل الكثيرة. فتيقنوا بالله عز وجل، واثبتوا على عقيدتكم ودينكم، وخاصة في أوقات الفتن، لنجعل بوصلتنا كتاب الله عز وجل وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله إنها سفينة النجاة، فوالله إنها سفينة النجاة، فوالله إنها سفينة النجاة. يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى
يضحك إليهم، يضحك راضيا، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه سبحانه وتعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ يا من ظلمت في هذه الدنيا وصبرت على ظلم طائعا لله عز وجل، راضيا بما قسم الله عز وجل لك، انتظر هذا الدعاء من الله عز وجل. يا من صبرت على شهوات وفتن هذه البلاد، انتظر قول الله عز وجل لك في هذا الموقف: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا فرض عنا، قد رضينا فرض عنا، قد رضينا فرض عنا. أجمل من المسلم وأعظم أمنية يتمناها المسلم على وجه الأرض وفي الدار الآخرة رضا الله سبحانه وتعالى. قد رضينا فرض عنا، فيقول: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فاسألوني. يا كل هذا العطاء، وأيضا اسألوني المزيد. لا إله إلا الله. هذا يوم المزيد فاسألوني. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ الله عز وجل يسألنا. إن شاء الله نكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. اللهم اختمها على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. الله عز وجل يسأل: هل رضيتم؟ كل هذا النعيم وكل هذا السرور ودخول الجنة، ويسأل الله عز وجل عباده الذين أطاعوه: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله. فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ العطاء تلو العطاء. يا من حرم في هذه الدنيا يصبر، يا من ظلم في هذه الدنيا يصبر، لا تستعجل عطاء الله بالحرام، فإن رضا الله عز وجل لا ينال إلا بالحلال. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إن الله غفور رحيم، فاستغفروه. تقدموا أخواني، تقدموا. جزاكم الله عنا كل خير. تراحموا، تزاحموا، غفر الله لنا ولكم.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد حتى ترضى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، فإن الله عز وجل أرحم من الوالدين بالولد. إن الله عز وجل كريم فاسألوه، إن الله عز وجل يحب أن تسألوه، فأكثروا من السؤال. يا من أذنبت اعلم أن الله عز وجل رؤوف رحيم. يا من تماديت بالمعاصي واستترت عن الناس، اعلم أن الله عز وجل أمهلك وسترك حتى تعود وتؤوب إليه. اعلم أن رحمة الله عز وجل وسعت الدنيا والآخرة. اعلم أن الله عز وجل أمهلك لتأوب إليه لأنه يحبك. الله عز وجل سترك لأنه يحبك. الله عز وجل يتودد إلينا بالنعم، يتودد إلينا بالعطايا. نعمة المجيء إلى المسجد نعمة كبيرة، نعمة السمع والبصر نعمة كبيرة، نعمة طاعة الله عز وجل نعمة كبيرة. كم من الناس غافلون عن ذكر الله عز وجل، فعودوا إلى الله واستغفروا الله عز وجل، فإن الله عز وجل غفار للذنوب ستار للعيوب. لا تجعل المعصية في قلبك تجعلك تتمادى إلى معصية أخرى، فالذي يتجرأ على الله عز وجل مراراً وتكراراً ومراراً سيأتي يوماً يفضحه الله عز وجل ولو بعق داره. إياك والتجرؤ على الله عز وجل. وإذا أذنبت فاستر نفسك، فإن المجاهرة بالمعصية خروج من أمان الله وسلام الله. كلكم آمن يوم القيامة إلا المجاهر. كل من كانت عقيدته سليمة ولم يجاهر بمعصيته إذا وقع بها سيكون آمنا يوم القيامة، إلا الذين جاهروا بهذه المعصية لأنها فتنة للمؤمنين. نختم خطبتنا هذه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أن أزيدكم، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وزاد في رواية ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم رد العاصين إلى طريقك المستقيم، اللهم رد التائهين إلى كتابك وسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يا رب العالمين استر أبناءنا ونساءنا وزوجاتنا من الفتن يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن شيخنا همه وغمه يا أكرم الأكرمين،
وفك أسره يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، وأجره في مصيبته يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حاجتنا إليه، فرده إلينا سالما غانما يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.